نصيحتي للمنتجين، طبعا قلت هذا الكلام قبل سنة، أنا أعتقد أن المفروض أن نحن لا نزيد، إذا عندنا فائض في السوق لا نزيد من إنتاجنا. يعني طبعا الإنتاج هو حق مكتسب لكل دولة، وهذا يعني ما حد يقدر يضغط على أي حد أن ينتج أو لا ينتج، ولكن العقل يقول أن لا نزيد السوق فوق الفائض اللي فيه. لو ثبت الإنتاج أنا أعتقد أن الوقت للريكفري راح يكون قريب، أقرب من لو بدأت بعض الدول في زيادة إنتاجها. فهذه النصيحة أنا أقدمها للجميع، أقول أن نحن لو ثبتنا إنتاجنا على الأقل عند مستوياته الحالية، الطلب جاي والطلب سوف يأخذ جزء من العرض أو زيادة العرض في السوق وسوف يتزن السوق. هل لازلت متفائلا؟ أنا الحمد لله يعني نحن في دولة الإمارات دائما متفائلين، ونحن بعد نعتقد أن حتى لو نزل البترول بعد عندنا اقتصاد قوي. تمت إعلان يعني بعض النتائج الاقتصادية ل 2015، ونحن ولله الحمد يعني اقتصادنا قوي ولن نتأثر كما سوف يتأثر الـ يعني غيرنا. لكن من باب النصيحة نحن مستعدين للتعاون مع الجميع في هذا المجال، ونقول أن العقل يقول أن نثبت الإنتاج أفضل للجميع، وهذه نصيحة وليست أمراً.